النهارده هنعمل اكتر نوع بريوش تقليدي. نبتدي بالمقادير. عندنا البريوش بالنسبه هنبتدي من هنا لان بالنسبه للسبونج بتاعه عندنا 15 جرام خميره، 240 مللتر من الحليب. لو هنعمله في نفس اليوم يبقى الحليب الدافي، لو هنخليه يبات يبقى حليب بدرجة حرارة الغرفة. 85 جرام عسل، 285 جرام دقيق للخبز. وبالنسبة للعجين عندنا 115 جرام سكر، 20 جرام ملح، 8 بيضات، 455 جرام دقيق كيك أو دقيق جميع الأغراض، الاثنين ينفعوا. عندنا 455 جرام دقيق خبز أو دقيق البيتزا، و 225 جرام زبدة، وعندنا بيضة مخفوقة علشان هندهنها على الوش كأج واش. دلوقتي أول حاجة هنعملها نعمل السبونج. بنحط اللبن، الدقيق، الخميرة والعسل. لو مش عايزين نحط عسل ممكن نحط سكر. وبنقلب دول مع بعض، وزي ما قلنا لو هنعمله على طول اللبن بيبقى دافي وبالتالي السبونج بتاعنا بيخمر بسرعة. بعد نص ساعة أو حاجة هنلاقي السبونج جاهز. بعد ما بنسيب ده للفترة الكافية بنلاقيه بقى شكله زي كده. ده السبونج بعد ما قعد و خمر زي ما احنا شايفين في فقاعات الهواء اللي هي بتورينا ان ده خلاص بقى سبونج جاهز. هناخده هنا وهيبقى جزء من المقادير اللي عندنا. دلوقتي احط اول نوع دقيق اللي هو دقيق الخبز، وبعد كده حطيت دقيق الكيك او جميع الاغراض على حسب اللي عندنا، السكر، البيض، والسبونج او البولش. فكده انا حطيت كل المقادير ما عدا الملح والزبده. هبتدي دلوقتي اخفقهم مع بعض. اوكي، زي ما احنا شايفين العجينه خلاص اتجمعت. في المرحله دي المفروض ان انا اقعد اضرب الخليط ده حوالي 7-8 دقائق، لان انا مش عايزاه في حتت كده زي ما احنا شايفين، انا عايزاه يبقى ناعم خالص. دلوقتي زي ما احنا شايفين العجين بقى الملمس بتاعه انعم، المكونات مختلفة كلها اختلطت مع بعض أكتر. ودلوقتي جاء الوقت اللي هحط فيه الزبدة والملح. الزبدة تبقى بدرجة حرارة الغرفة، والملح بنحطه في الأواخر علشان برضو ما يأثرش على الخميرة من الأول. فدلوقتي انا حطيت الملح، خلاص الخميره اختلطت كويس مع بقيه المقادير. ملح مش هيضايق الخميره، مش هيخليها ما تخمرش كويس، لان الملح بيمنع الخميره او بيتحكم اكتر في الخميره ان هي تخمر وتتفاعل. ودلوقتي هبتدي اشغل العجان وهبتدي احط الزبده شويه شويه، ما نحطش الزبده كلها مره واحده، لازم شويه شويه، وكل العجينه ما تتشرب الزبده نرجع نحط شويه كمان، يعني مش كتير مره واحده، شويه شويه. وهنشوف دلوقتي هنعملها ازاي.
زي ما احنا شايفين العجينه ابتدت تبقى انعم، وطبعا العجينه الملمس بتاعها بيخف، يعني هتبقى عجينه طريه اكتر بعد اضافه الزبده. ونرجع نخفقها مره تانية عشان نتاكد ان الزبده تمزجت تماما مع بقيه العجينه. اوكي، هنضرب برضو في المرحله دي حوالي او على الاقل 5 دقائق او لحد ما نتاكد ان الزبده كلها تدخلت تماما، وبعد كده بنسيب العجينه تخمر. دي العجينه بعد ما بتخمر، هحط شويه دقيق وانزل العجين. زي ما احنا شايفين العجينه خمرانه كويس. هبتدي اقسم العجين الى كذا قطعه، هاخد منهم قطعتين دلوقتي وهاخد واحده اكبر من الثانيه شويه، وهجيب القوالب بتاعت البريوش، عندنا واحد كبير واحد صغير، وهاخد العجين. وبعدين العجين تقريبا هقسمها، هاخد ربع الكميه واشيله على جنب. اوكي، ونفس الحكايه في الثانيه. وهاخد ربع الكميه تقريبا واشيلها على جنب. اوكي، هبتدي بالاصغر، وبعد ما اعجنها اتاكد انها اتعجنت كويس، هبتدي اشكلها على شكل كوره، والكوره تكون يعني السيرفس تنشن بتاعها تبقى مشدوده قوي، يعني زي ما احنا شايفين لو دست عليها بترجع تاني، لو عملت كده بترجع تطلع فوق تاني، لازم تبقى مشدوده على الاخر. واحطها في القالب الصغير، وهاخد الكبيره وهعمل بيها نفس الحكايه، وابتدي اكورها. وانا بلفها كده انا بشد من فوق لتحت عشان السطح بتاعها يبقى مشدود على الاخر. اوكي، واجيبها احطها في القالب التاني. دلوقتي ابتدي اشكل الاثنين الصغيرين دول بشكل كوره برضو نفس الحاجه، وهعملها دي كوره صغيره. اوكي، ودلوقتي هجيب الصغيره وهعمل فتحه في النص بالشكل ده، وبوسع الفتحه على قد ما اقدر، وبحط فيها الكوره بتاعتها بالشكل ده. ونعمل التانيه برضو هوسع. ودلوقتي هم جاهزين، هم مش دلوقتي طبعا، لما يخمروا يبقوا ضعف الحجم يبقوا جاهزين ان هم يدخلوا الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. لو في مروحة يكون أفضل، لأن هي هتخلي البريوش يعلى أكتر وبسرعة أكتر في الفرن، وهيقعدوا في الفرن حوالي نص ساعة 40 دقيقة، لأن هما لما هيخمروا هيبقى كبير، وبالتالي كل ما الحجم كبر كل ما المدة اللي بيقعدها في الفرن تكبر، عشان نتأكد إن الجزء اللي في المنتصف يبقى هو كمان مخبوز كويس وما يهبطش بعد ما نطلعه من الفرن.